رئيس مجلس إدارة مركز القادة للتدريب على حسن اختيار زمان ومكان وموضوع المؤتمر ومارسات الممارسات البرلمانية الفاعلة في ظل التغيرات الدولية. فبخصوص الزمان، فهو من جهة زمن متغير ومتحول في العديد من المناطق، وعلى الخصوص في ظل تغيرات دولية تطال مناطقنا العربية. ومن جهة أخرى زمن انتخابي بامتياز، فالعديد من الدول العربية تعرف انتخابات تشريعية، وبالتالي فمن الأهمية بمكان مواكبة عمل المؤسسات التي تنبثق عن الانتخابات التشريعية. أما بخصوص المكان، فالمملكة المغربية التي ترحب باستمرار بالأشقاء العرب عرفت في الجمعة 7 أكتوبر الانتخابات التشريعية 10. فبعد يعني تجربتنا المغربية اليوم وصلت إلى 10 انتخابات تشريعية و10 انتخابات محلية جماعية. وفي 10 من أكتوبر عين جلالة الملك نصر الله رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر الانتخابات. وفي 14 أكتوبر من نفس الشهر افتتح جلالته الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى للتجربة البرلمانية 10. وقفت عند هذه التواريخ للتأكيد بأن شهر أكتوبر من سنة 2016 شكل بامتياز لحظة أساسية في توطيد البناء الديمقراطي لبلدنا، بفضل الدور المركزي الذي يقوم به جلالة الملك في تحصين والسهر على احترام الاختيار الديمقراطي.